انتهت الحلقة 9 من المسلسل الروسي أستانا، سوريا وشعبها ضحيته. أما بيانه الختامي فالمزيد من المماطلة والتسويف في منصة يقول محللون إن موسكو سرقت إليها الملف السوري من جنيف، حيث الشرعية الأممية والقرارات ذات الصلة. ثم إن أستانا وعبر محطاتها 9 السابقة لم تجر للسوريين سوى مزيد من القتل والتهجير، وهذا الأخير قافلته تحط الآن في ريفي حمص الشمالي وحما الجنوبي. وزير الخارجية الكازاخي إرجان إشيكابيف قال إن الأطراف المجتمعة اتفقت في بيانها الختامي على استمرار عمل مناطق تخفيف التوتر وحماية نظام وقف إطلاق النار في سوريا. أما الجولة 10 فمكانها القادم سوتشي الروسية، وزمانها تموز المقبل، وهي حسب مراقبين نسخة جديدة من سابقاتها تفضي إلى قضم مزيد من الأراضي السورية لصالح دول خارجية ومواصلة إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد. أما ملف المعتقلين في سجون النظام فيبدو أن روسيا لم تقرر الخوض فيه، لذلك سلمت رايته لتركيا التي ستعقد بهذا الخصوص اجتماعا مع وفد من المعارضة في أنقرة حزيران المقبل، وهو ملف من أكثر الملفات الشائكة في القضية السورية، وسبق لروسيا التدخل فيه لكن دون نتائج تذكر، فيما يبدو أنه خط أحمر من قبل النظام، خاصة وأنه يتكتم على أعداد المعتقلين ومصيرهم. البيان الختامي لأستانا 9 كشف أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا وتركيا وطهران سيلتقون بالمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان ديمستورا في أقرب وقت ممكن لمناقشة العملية السياسية في البلاد والبحث عما أسماه البيان الختامي مساعدة جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والهادئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق. وهذه شعارات إنسانية فضفضة يرى ناشطون إغاثيون أنها ستبقى طي الورق الذي كتبت عليه دون أن يشهد الواقع شيئا منها. كل ذلك يحدث وسط صمت أممي تجاه استفراد روسيا بالملف السوري، فيما يبدو أنه رضا بذلك وشبه اتفاق على أن تتولى موسكو مقاليد الأمور في سوريا وتضبط وجهتها ومسارها وفق ما تريد. حتى إننا وبالتزامن مع الإعلان عن جولة المحادثات المقبلة في سوتشي سنكون أمام سلسلة جديدة من الاجتماعات التي لم تنجح في إيجاد حل فعلي للقضية السورية.